عندنا الدينيدار كرومر اللي هو صيد بليتو، ما نقدر نطوفهم بس مزعجين جدا الصراحة. زين، وهذا السلاح اللي أخذناه من وورم هيرو بليد إليمنت هولي وتو هاندد. تو هاندد طبعا ما تقدر تحط معاه درع، إذا تحط معاه درع ينشال. زين، 131، بحين إن السلاح السابق كان شو أقول لكم، لا مو ديفندر، مسموني أتوقع مسموني هذا 20. شوف 20 الفرق. زين، الكركتة اللي بدينا فيه من شو اسمه، زين شوف الكركتة كم، 92، بس إنه بطيء السلاح هذا، بطيء. شوف أنا مو قاعد أضرب ترى، ها اللاعبين الثانيين هم اللي قاعدين يضربون. هني فيه لفة بسيطة، أنت تدخل مع هني، هذه أوغر يانسي سانسي، ما أبي أطلع أنا على أساس لا شو اسمه، لكن يبي لها فرة شوي. زين، أتوقع هذا الصندوق فيه شيء. أيوة سانتنسين، وبعدين هذه يضربها، هذه يضربها، أتوقع أنها يا هذه يا الثانية. في لفات كبيرة هنا عشان توصلها بالطريقة هذه، اللي هي هذه، شفت هذه الأماكن الفاضية فيها مثل اللي أنا سويتها، هذه على أساس إنه تفتح المنطقة اللي بالنص هذه، تستكشف الصناديق اللي فيها والأماكن اللي فيها. بس إنه الطريق أتوقع الطريق، خلينا نشوف هل هو من هني، هل الطريق هذا هو من هني ولا، خلنا نشوف، أو اللي تحت، أنا ماني متأكد. هي من أولها، أيوه هذا الطريق، هذا الطريق. أنا نبي نصعد فوق، هل في صناديق هني؟ لأن المنطقة هذه ما نجيها دائما. طيب، هذا هو الطريق، نروح هني، نفس المكان اللي حاربنا فيه، هذاك المكان اللي حاربنا فيه ال، ايوه نحاول نخرج منه. طيب، هذا اللي بواق. طيب يا بواق، ما عندك شيء يا بواق، يا بواق عطنا شيء يا بواق. اوكي، زين، جيجيك عندك شيء يا جيجيك، يا جيجيك عطنا شيء يا جيجيك، نبي نخرج منك. يا جيجيك يا قلبي، احنا عندنا كيف شاف صيد، يلا يا جيجيك. طيب، هذا جيجيك خلصنا منه، يلا يا رينك رينك، هو كل واحد بيعصلق نفسنا، يلا رينك رينك، عطنا اي شيء. وهذا خلصنا منه وقضينا عليه، ونشوف مقاطع ثانية. خلنا نشوف الجائزة، الجائزة ما راح، لأن ما في أحد، هذا أنا خدعتكم مش عارف إيش. شوف الحين بلف لفة هذه، شوف اللفة هذه ما أدري شلون صايرة، وسامحوني، وناخذ جائزتنا الآن. الحين أنا خدعتكم وسامحوني. طيب، شنو الجائزة؟ جزاك الله خير، شنو الجائزة؟ عطنا الجائزة الآن. هذه الجائزة، ما قلت أكثر، 5100 جل وما قال اكسر. اتوقع ان في جائزه عند ال، اتوقع ان في جائزه عند مونت بلانك اذا ماني غلطان، في جائزه اذا ماني غلطان.
بليتو الريورد صح ما قال اكسر. طيب ونشوفكم في مقاطع جايه باذن الله.